مساء الخير عليكم جميعا. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على موضوع شيق جدا في الديانة المصرية القديمة، ألا وهو موضوع الفلوس أو الثواليس، The Trides in Ancient Egypt. الحقيقة المصري القديم من كتر ما كان هو متأثر جدا بفكرة العيلة، أو يعني فكرة الفاميلي، فعلشان كده دايما تخيل إن الآلهة بيعيشوا بشكل أو حياة مماثلة زي حياة المصري القديم، وبالتالي تخيل إن حتى الإله نفسه كان ليه عيلة، فعلشان كده دايما ظهرت فكرة الثالوث في الديانة المصرية القديمة. في البداية كده قبل ما نتكلم على موضوع الثواليس، لازم نعرف ان كلمة الاله في مصر القديم كانت معروفة في اللغة المصرية القديمة باسم نثر او نتر، دي كلمة اله. اما بالنسبة لكلمة رايد، فمعناها ايه كلمة رايد؟ هي عبارة عن مجموعة مكونة من ثلاثة الهة او الهات، وهي بتمثل العيلة الالهية، يعني اللي بيطفى عليها صبغة الهية، وعادة مكونة من الاله نفسه اللي هو بياخد هنا دور الفاذر او الهازبند، دور الزوج، وعادة بتبقى ليه زوجة الهة وطفل، في معظم الحالات بيبقى إله ذكر يعني. So لو احنا عايزين نقول الكلام دوت بالإنجليش هنقوله ازاي؟ The god was named in the ancient Egyptian language as Nether or Nether. Nether was the word which was used in the ancient Egyptian language to reflect the divine shape or the god. As for the triad, what is the meaning of a triad? The triad is a group of three deities to form a divine family of a father, the god, mother, the goddess, and also the child. In the most of the cases, this child was a god, not a goddess. طيب هنتكلم على أهم ثالوث في مصر أو في الديانة المصرية القديمة، اللي كان ليه بقى تأثير على طول الديانة المصرية القديمة واستمر تأثيره حتى في العصر اليوناني الروماني، ألا وهو الثالوث الأوزيري، أوزيرس، مكون من أوزيرس الإله، أهم إله مصري، وإيزيس كزوجة ليه، دايما بتوصف إن هي الزوجة المخلصة، وهي في نفس الوقت على فكرة أخته طبقا للديانة المصرية القديمة، وحورس، حورس الإبن. تعالوا كده ناخدهم واحدة واحدة مع بعض. هنتكلم الأول على أوزيرس. مين هو يا ترى الإله أوزوريس؟ الحقيقة الإله أوزوريس اسمه في الأول زي ما قلنا إن كلمة أوزيرس أو أيزس أو حورس ده نطق يوناني لأسماء الآلهة، ودوت علشان من الآخر يعني اليونانيين كانوا ناس ما تعرفش تنطق الكلام المصري، فعشان كده كانوا بينطقوا الكلام بشكل مختلف عن ما كان موجود في النصوص. إنما أساسا الإله أوزوريس كان معروف في اللغة المصرية القديمة باسم وزير، وهي ديت الكلمة اللي أنا كنت بستخدمها لنطق الإله. الحقيقة في بعض الناس فسرت كلمة وزير إن هي مشتقة من الكلمة المصرية القديمة وسر، التي تعني القوي أو المتين، أو إن هي بتشير إلى العرش. في بعض الأحيان وصف الإله أوزوريس في كتير من النصوص إن هو الشخص الذي يحكم أو الشخص القوي، وبيشير إليه بإن هو يعني إله العالم السفلي زي ما هنشوف بعد كده. ده بالنسبة لاسم الإله أوزوريس. So the deity was called Wizir by the Greek or Osiris by the Greek. However, it was mainly the name of this deity was mainly written as Wizir or Weser. In fact, Wizir was some scholars believe that it's derived from the ancient Egyptian word Weser, which means the mighty one or the seat of the eye. The one that governs the power is creative. These are the different explanations of the word wizir or wazir. طيب بالنسبة للايكونوغرافي، يعني ايه ايكونوغرافي؟ يعني تصوير هذا الاله، الاله دوت كان بيتصور ازاي؟ الحقيقة اقدم اشكال الاله اوزوريس ظهرت منذ عصر الدولة القديمة، تقريبا من عصر الاسرة الخامسة. دايما كان بيصور بشكل رجل في البداية، وهو بيرتدي يعني الديفاين ويك، خلاص اللي هي زي ما بنقول كده الباروكة او الشعر المستعار. بعد كده بدأ يظهر الاله اوزوريس في شكل متوج، في شكل مومياء،
شخص يعني زي الموميا كده واقف وقفة الموميا، وعادة بيبقى متوج، عادة بيبقى واقف بس في بعض الأحيان بيبقى جالس على العرش. ومع بدايات عصر الدولة الوسطى بدأ يظهر الإله أوزوريس وهو متوج بأحد أشكال التيجان المصرية القديمة، وهو شكل الإله حجت. حجت دوت اللي هو تاج مصر الجنوبي اللي هو التاج الأبيض، وفي بعض الأحيان كان بيلبس الإله بيلبس التاج اللي هو تاج القطف، القطف كراون، برضو أحد أشكال تيجان بتاعة الإله أوزوريس اللي هي بتبقى عبارة عن شكل القطف أو التاج الأبيض ومزود برشتين. دي برضو أحد الأشكال بتاعة الإله أوزوريس أو أحد التيجان اللي كان بيلبسها الإله أوزوريس. طيب، هو في بعض الناس فسرت أو بعض العلماء فسروا إن التاج الأبيض دوت بيشير بشكل أو بآخر لأصل الإله أوزوريس بأن هو جاي من صعيد مصر. أما بالنسبة للتاج القطف، زي ما قلنا ان هو عبارة عن التاج الأبيض لكن مزود برشتين، وفي بعض الأحيان بيبقى فوق كده بيبقى فيه قرص الشمس. ده في بعض التصويرات الخاصة بالإله أوزوريس. برضو عايزين نقول حاجة مهمة، ان في بعض الأحيان لون الملمس أو الجلد بتاع الإله أوزوريس بيبقى لونه أخضر، دوت بيدل على خصوبة هذا الإله وإن هو بيمثل مياه النيل، وإن هو لأن الإله أوزوريس زي ما هنشوف قدام قصة بعثه أو قصة قتله وإعادة بعثه مرة أخرى ربطها المصري القديم بفكرة الفيضان وما يقابله أو دورة حياة مياه النيل وما كان يقابل هذه الدورة من انحسار في فترة انحسار المياه، والفيضان برخائه بيجي لمصر. فعلشان كده هو ارتبط بشكل أو بآخر بمياه النيل، وعلشان كده المصري القديم لون بشرته باللون الأخضر لأن اللون الأخضر دوت هو كان اللون المستخدم للدلالة على المياه. ده أحد التفسيرات. بالإضافة لكده فإن هو في بعض الأحيان برضو بيصور جلده باللون الأسود. وليه اللون الأسود؟ لأن هو الإله أوزوريس برضو بالإضافة إن هو كان إله للخصوبة وإله للمياه وفيضان النيل، كان برضو هو إله للعالم الآخر، والعالم الآخر كان الرمز أو اللون المقدس أو المرتبط به هو الأسود. طيب تعالوا نقول الكلام دوت بالإنجليش. So Osiris, concerning the iconography of Osiris, the earliest depiction of Osiris dates back as early as the 5th dynasty. He was represented in the form of a man, and he was crowned with a divine wig. After that, by the Middle Kingdom, Osiris began to be represented with different crowns, such as the most important crown is the white crown of Upper Egypt, which was called in the ancient Egyptian language as Hedget. After that, there was a special remarkable crown of Osiris, which is the Atef crown. What is the Atef crown? The Atef crown is a shape of the white crown. It's originally the white crown of Upper Egypt, but it's flanked here, like in this case, with two feathers, and sometimes with a solar sun disk topping or over the Atef crown. In most of the cases, Osiris was represented in the mummified form, either standing or sitting, being seated, depicted seated on the throne. In addition, the skin of Osiris was either colored in green. Why in green? In order to refer to the function of God Osiris, the god of vegetation, soil, and also the waters of the Nile, because he was clearly connected with the Nile waters. In some other cases, the skin of Osiris was colored in black in order to refer to the function of Osiris as the main god of the other world. طيب، يبقى احنا كده لغاية دلوقتي عرفنا اسم الإله أوزوريس جه منين، وعرفنا برضو الايكونوغرافي بتاعته. What about his insignia؟ الانساينا اللي هي عبارة عن الرموز المقدسة اللي بيمسكها الإله. بما ان الإله أوزوريس كان مرتبط بالملكية، فهو دايما كان بيظهر وهو بيمسك الحاجات الملكية او الرموز الملكية الخاصة اللي هي الصولجان، ودي كانت تسمى باللغة العربية كده الفصحى اللي هي المذبة،
اللي هي بيهشوا بيها الدبان والكلام دوت كله. فالصولجان كان معروف باللغة المصرية القديمة باسم حقاء، أما المذبة اللي أصبحت أحد الأشكال أو الرموز المقدسة كانت بتسمى بالنخخ. دي أهم الرموز اللي كان بيمسكها الإله أوزوريس في إيده، بالإضافة طبعا إن هو ارتبط بحاجة اسمها الجات بيلر. الجات بيلر دوت دايما بيرمز لاستقرار الإله أوزوريس، وفي بعض الناس يعني قالت إن الجات بيلر دوت كان بيستخدم في الاحتفالات الخاصة بالإله أوزوريس والاستابيليتي بتاعته والكلام دوت كله. So the most important in sign of God Osiris were these two stuffs. The first one was called in the ancient Egyptian language as Hiqa, and the other one is called as Nechich. He was represented usually grasping the Hiqa and Nechich in both hands. In addition to the Hiqa and Nechich, we have another important shape or important symbol for God Osiris, which is the Jet Pillar, reflecting or referring to the stability of God Osiris. And the Jet Pillar was sometimes represented or used during the celebrations of the festivals of Osiris. Sometimes Osiris was also represented in the form of a jet pillar with the head of a human. دي في بعض برضو الايكونوغرافي الخاصة بالإله أوزوريس. يبقى كده لغاية دلوقتي احنا اتكلمنا عن the name of the god, the iconography and his insignia. الفانكشن الحقيقة أهم الفانكشنز الخاصة بالإله أوزوريس زي ما قلنا إن هو كان إله للزراعة وإله للخصوبة وإله لمياه النيل، بالإضافة إن هو إله العالم الآخر، يبقى وإن هو كان علم الناس كل أنواع الزراعة وإن هم إزاي يزرعوا الأرض، دايما كان بيوصف كده في النصوص. وزي ما قلنا ان الميثولوجي او القصة بتاعت الاله اوزوريس ارتبطت بشكل خاص جدا بمياه النيل. وارتبط الاله اوزوريس او عبادة الاله اوزوريس استمرت في مصر خلال العصر اليوناني الروماني، وامتزج او اليونانيين مزجوا ما بين الاله اوزوريس المصري والههم الاله ديونوسيس اله الخمر والخصوبة والإيمورتاليتي أو الخلود. ده كان أحد أهم الآلهة اليونانية اللي ارتبطت بالإله أوزوريس، بالإضافة طبعا برضو للإله هادس اللي هو كان حامي العالم الآخر طبقا للديانة اليونانية، لأن اليونانيين كانوا دايما بيدوروا على مين الإله اللي عندهم في الديانة اللي كان مرتبط أو متشابه بشكل أو بآخر بالإله المصري، ويعمل ما بينه وما بين الإله المصري ده امتزاج. So the functions of the god of Osiris, as we said before, he was usually described in the ancient Egyptian texts that he was the one who taught the people wisdom and all sorts of arts. He also taught the people how to cultivate their lands and the art of agriculture. He was also the god of resurrection. He was also connected with divine kingship. دي حاجة برضو مهمة لازم نشير إليها. The myth of Osiris, his death and resurrection was assimilated with, يعني إيه assimilated, امتزجت or was connected with the life cycle of the Nile flood and the life cycle of the plants. Both of the Egyptian god Osiris and the Greek god Dionysus were gods of wine and gods of fertility and immortality. They became identified with each other. Osiris was also especially connected with the Greek god Hades, the guardian of the other world or the gate of the other world. طيب من الحاجات المهمة جدا أي جايد لازم يكون يعني عارفها بشكل كويس، لأن هي هتفيده جدا في شرح كتير جدا من المناظر، اللي هو محاكمة الإله أوزوريس. أدي أهو شكل الإله، المحاكمة بتاعت الإله أوزوريس على بردية الكاتب حو نافر، ودي بترجع للأسرة 19، تم اكتشافها في منطقة طيبة وهي محفوظة حاليا بالمتحف البريطاني. تمام، أنا جبت لكم البردية دي عشان يعني هي شكل الجادجمنت أو محاكمة الإله أوزوريس ظاهرة فيها بشكل كويس جدا. تعالوا نحكي الحكاية كده، إن محاكمة الإله أوزوريس ظهرت
بشكل يعني مكتوب في السبال 125 من كتاب الموتى. في السبال ديت او في التعويذة ديت أوزايرس بيظهر وهو بيحاكم المتوفى، ومعاه 42 واحد من أتباعه. خلاص يعني بيبقى فيه 42 إله كده جالسين معاه، أتباع الإله أوزوريس. وفي قاعة المحاكمة ديت بنلاقي إن المتوفى بيتم محاسبته من كل الجرائم المختلفة، من أكبر الجرائم زي مثلا القتل لمثلا الأصغر الجرائم الصغيرة، مثلا زي إن هو مثلا حطم تمثال لإله معين أو حاجة. آدي مثلا أهوت المتوفى، والمتوفى بيجي قدام الإله أوزوريس. أوزوريس بيبقى جالس على العرش، ووراه زي ما احنا شايفين إيزيس ونفتيس، وقدامه في زهرة اللوتس المتفتحة، وعلى الزهرة ديت بيظهر أبناء حورس الأربعة. دي يعني شكل المحاكمة يعني. طبعا أبناء حورس، احنا عارفين ان أبناء حورس الأربعة كانوا مستخدمين لحماية أواني حفظ أحشاء المتوفى بعد عملية تحنيطه، وهم أربعة: إمستي برأس بشري لحماية الليفر أو الكبد، حابي برأس القرد لحماية اللانجز اللي هي الرئة، دواموت اف جاكل هيد تو جارد ذا ستومك لحماية الأعضاء اللي هي البطن يعني أو المعدة، وقبح سنو اف اللي هو فالكون هيد تمام لحماية الأحشاء الداخلية اللي هي الانتستينتس. طبعا زي ما احنا شايفين هنا أنوبيس بيزن قلب المتوفى اللي هو شكل الإيب أهو، وقدامها ريشة، ريشة المعد التي تمثل العدالة تمام. وهو بيشوف وطبعا قدامهم الإله، شفنا قبل كده وكلمنا عنه قبل كده في منطقة تون الجبل، الإله تحط، إله الحكمة وإله الكتابة، بيظهر هنا بشكل بشري بس بطائر برأس الأيبس، وهو بيدون نتيجة عملية ميزان قلب المتوفى نفسه. طبعا قدامنا هنلاقي فيه كده شكل أو كائن خرافي برأس تمساح وجسد أسد، والجسد النصف السفلي من هذا الجسد بيمثل شكل فرس النهر، عشان كده بنقول إن هو حيوان خرافي اللي هو العمعم أو العميد. وده طبعا بيلتهم القلوب الشخص المتوفى لو كان ايه شخص شرير يعني. دي شكل المحاكمة بشكل كده ايه مختصر. يبقى احنا هنا عندنا اتباع followers of أوزايرس. أوزايرس جالس على العرش وراء إيزيس ونفتيس، البلانت بتاعة اللوتس وفوقيها أبناء حورس الأربعة، حورس وهو بيقدم المتوفى لأوزايرس، جحوتي وهو بيدون عملية الميزان. مين اللي بيزن؟ بيزن أنوبيس، بيزن هنا قلب المتوفى، والريشة بتاع قدام ريشة العدالة أو معد، وهنا العمعم أو العميد اللي هو دايما بيشار إليه في النصوص إن هو devouring the hearts of the evil people or the deceased if he was evil, if he was testified as an evil person. دي يعني شكل للمحاكمة. تعالوا كده نقولها مع بعض بالإنجليش. Here we can find that we should say that the judgment of Osiris was pictorially represented in spell 124 of the Book of the Dead. Osiris was usually represented with 42 of his followers in the halls of justice. He was usually depicted seated on the throne. Behind him you can find Isis and Nephthys, the two goddesses of protection, and in front of him we can find the blossom of the lotus. Over it we can find the four sons of Horus. Who are the four sons of Horus? They are the four gods who were responsible for protecting the internal organs of the deceased after mummification. Imesti, human headed to guard the liver. Happy, headed to guard the lungs. Duwant F, jackal headed to guard the stomach. And Qabih Sunu F, falcon headed to guard the intestines. We can find here that Horus is leading the deceased to Osiris.
Okay, and we can find here God and Opus, the form of a jackal-headed man, waiting the heart of the deceased, in front of it the feather of Ma'at, the justice feather. And there is here a mythological creature, the Am'am or the Amit, with the head of a crocodile, the upper part or the upper body of a lion, the lower part of a hippopotamus. And this is he is usually described that he would devouring the hearts of the evil deceased. دوت شكل المحاكمة بشكل كامل علشان نقدر نشرحها as a guide بعد كده على أي مكان أو على أي بردية أو على أي قطعة فنية أو حتى في أي مقبرة تقابلنا، يبقى سهل علينا إن احنا إيه نشرح. أنا جبت لكم هنا شكل أبناء حورس بشكل كبير شوية عشان الناس اللي مستوعبتهاش. They are the four sons of Horus. As we said before, we have here Amisti, human headed to guard the liver. Happy, Ab headed to guard the lungs. Duamut F, jackal headed to guard the intestines. And Qibhsunu F, falcon headed to guard, Duamut F, jackal headed to guard the stomach. And Qibhsunu F, jackal headed, falcon headed to guard the intestines. ادي اهم تاني خلاص، ادي امستي اهو human headed to guard the liver. happy فين بالظبط؟ happy اهو. ab headed to guard the lungs. duamut f فين بالظبط كده؟ ده jackal headed to guard the stomach. and قبحسنو f falcon headed to guard the intestines. طيب ايه ده بقى؟ دي بعض المناظر اللي بتصور اجزاء من اسطورة حورس سوري ازيس زوريس، وكيفية ان هو توفى واعيد بعثه مرة اخرى. دي برضو من اهم الاساطير الموجودة في الديانة المصرية القديمة، اي جايد لازم يكون عارفها لان هي هتقابلنا في بعض المناظر الكتيرة جدا والمعابد، زي مثلا معبد إيزيس في أحد يعني أهم معبد من معابد فيلة. فلازم نكون طبعا عارفينها كويس جدا. تعالوا كده نحكي الحكاية باختصار. إيه قصة بقى أسطورة أوزوريس؟ أسطورة أوزوريس بتقول إن أوزايرس تم قتله من خلال أخوه أسد، وإن ست الإله الشر كان أخوه، طبعا هو إله الشر، عمل كده مؤامرة لقتل أخيه عن طريق إن هو حضر كده شست أو تابوت، وعلشان يخلي أوزوريس إن هو يدخل التابوت دوت ويقفل عليه. وفعلا عمل كده زي دعوة للآلهة من ضمنهم أوزوريس إن هو بيجي للقاعة ديت ويقعدوا يعني ويتجمعوا مع بعض. وست قال له أوزوريس إن هو يدخل إيه في الكوفن دوت علشان يقيسه. أول طبعا ما أوزوريس دخل الكوفن قفل الكوفن ديت، واتقال إن هو بقى رماه في المية، ويقال ان المياه ده جرفته لغاية ما تم ان احنا لقيناه تاني مرة اخرى على شواطئ بابل في سوريا. في بعض النصوص بتقول ان الحكاية دي حصلت في شهر هاتور من في السنة 28 من حكم الاله أوزوريس. ويقال ان هو بعد ما المياه جرفته في منطقة سوريا ان في شجرة اللي هي شجرة الجميز زرعت او نبتت فوق الايه التابوت. شايفين الشجرة اهي؟ ادي الشجرة اهي. وعلشان كده دايما بنقول ان السيكامور تري او شجرة الجميز تعتبر من الاشجار المقدسة جدا واللي هي قدسية كبيرة عند المصري القديم. طبعا الجريمة ديت يعني اكيد عرفها كل من ايزيس ونفتيس، وحاولوا ان هم يوصلوا للتابوت، وفعلا ان هم ابحروا لغايه ما وصلوا لمنطقه بابل وقدروا ان هم يستعيدوا التابوت دوت ووصلوا بيه سرا مره اخرى لمصر. الاسطوره بتقول ان هم خبوه في منطقه اسمها بوتو. بوتو حاليا هي منطقه تل الفراعين كفر الشيخ. وشمعنا بوتو؟ لان بوتو ديت موجودة في الدلتا، في احراش الدلتا، في المكان اللي استخبت فيه ايزيس علشان يعني تولد ابنها حورس بعيدا عن اعين الاله ست اله الشر. وللأسف ست
علم ان الالهة ايزيس قدرت توصل لجسد زوجها، فعلشان كده راح وصل للقفن وقطع الجسد بتاع اخوه ليقال 14 قطعة ورماهم في النهر، وعلشان الكروكودايلز او التماسيح تاكله. ودايما كنا بنقول ان التماسيح بتعتبر هي من الرموز المقدسه للاله ست، والاله طبعا سوبك، والاله ست كمان باعتبارها ان هي كانت رموز شريره او بترمز الى الشر. لكن الاسطوره بتقول ان الاله ايزيس قدرت تمنع تحلل جسد زوجها، وقدرت كل من ايزيس ونفتيس بان هي تحيي، يعني تخلي الحياة تدب مرة أخرى في جسد زوجها بعد أن هم جمعوا أجزاء كلها. بعد كده أوزوريس اتهم، بعد ما طبعا يعني حيا تاني أو رجع للحياة تاني، الإله أوزوريس اتهم أخوه بقتله، وإن هو يعني إيه رمى في البحر والكلام دوت كله. وفي النهاية أوزوريس اختار إن هو يبقى يعني إله العالم الآخر. فبعد كده الإله ست استمر إن هو يحكم، يعني يحكم العالم لغاية ما مين كبر، لغاية ما حورس كبر. ومن هنا بدأت قصة الصراع ما بين حورس كممثل أو كرمز للشر، كرمز للخير، ضد عمه ست كرمز للشر. وفي نهاية طبعا القصة حورس رمز الخير انتصر على ست رمز الشر. دي كانت قصة الإله أوزوريس. وطبعا زي ما قلنا ان قصة الإله أوزوريس مصورة على أماكن كتير جدا، فعشان كده احنا كجايدز وكطلبة بنرشد، يعني بندرس إرشاد سياحي لازم نكون عارفينها كويس جدا. So according to the myth or Egyptian mythology, Osiris was killed by his brother Set, and he arranged a conspiracy. يعني إيه conspiracy؟ يعني مؤامرة for killing his brother by making a chest for him. And he invited Osiris to sit or to be placed in this chest. After that, as soon as Osiris got into this coffin, Set and his followers closed it and dragged it into the Nile. The crime took place on the 17th day of Hathor month in the 28th year of Osiris' reign. The coffin was thrown into the Nile, and it reached as far as Byblos in Syria, where a sacred sycamore tree was planted over the coffin, and therefore we can find the sycamore tree over the coffin in many scenes, like these scenes. After that, اللي حصل, the crime was discovered by both Isis and Nephthys and the two protective goddesses of the Egyptian mythology, and with the help of God Tahut, the Isis set sail to Byblos, and she succeeded in returning the coffin back. She hid the body of her husband where? بالضبط كده في منطقة بوتو now تل الفرعين in كفر الشيخ, where she gave birth to Horus in the marshes of the delta. However, Set could discover the place of his brother's coffin, and he cut it into 14 pieces in order to be swallowed by the crocodiles. However, Isis could stop the decay of her husband, and they succeeded in bringing him to life again. The two sisters embalmed the body. After his resurrection, Osiris accused Set of his murder, and he condemned the great gods condemned Set, and Osiris became the king of Egypt. However, Osiris chose to be the god of the other world. Set continued to rule over Egypt after being a mature man. Horus began his conflict with his uncle Thet, and finally Horus got victorious over Set, the god of the evil powers. هي دي كانت قصة الإله أوزوريس. ودي طبعا منظر Osiris here is in the form of a bird, flanked by the two sisters, Isis and Nephthys, and this important scene you can find here. Happy, by the way, he's the goddess of the Nile, and this scene is one of the most important scenes you can find in Isis temple on the island of Phila.
طيب يبقى احنا كده عرفنا اوزيريس. عندنا برضو واحدة من أهم الآلهات المصرية طبعا هي الإلهة إيزيس. الإلهة إيزيس أساسا زي ما قلنا اسمها كان اسمها أست. أست ناس كتير جدا فسرت الاسم بأنه هو يعني العرش يعني، وعلشان كده دايما بيتقال ان الهة ايزيس كان مرتبطة بفكرة الملكية، او ان هي بترمز لعرش الاله او اله الشمس رع. اما بالنسبة للنطق ايزيس فهو يوناني. يقال ان الالهة ايزيس هي طبعا بنت زي ما احنا شفنا في نظريات الخرق، هي بنت جب والاله الارض ونوت الهة السماء، وهي كانت إلهة طبعا للأمومة والخصوبة الأرض والماجيك طبعا، الباورز اوف ماجيك السحر، الميوزك، ذا ماذر هود اند هيلينج طبعا، إلهة الشفاء. امتزجت مع آلهة مصرية كتير جدا، أهمهم طبعا سخمت وحتحور، وآلهة كمان يونانية زي مثلا أفروديت وديميتر. فهي الحقيقة لها شهرة وشعبية كبيرة جدا. دايما الإلهة إيزيس في كتير جدا من الأحيان بتصور وفوق راسها العلامة المميزة باسمها، شايفينها اللي هي علامة ست أو علامة العرش. في بعض الأحيان هي استمدت كده، خدت أو استعارت التاج بتاع أحد الآلهة المصرية أو الآلهات المصرية اللي هو التاج الحتحوري، وهو مكون من قرص الشمس بين قرني بقرة. So one of the second member of the tribe of Osiris is Isis. She was called in the ancient Egyptian language as Aset. The word Aset means to sit or the throne. Therefore, the name of this deity was interpreted to manifest the power of the Egyptian throne, the throne of her husband maybe, or the throne of the sun god Ra. And the name was pronounced by the Greeks as Isis. Isis was one of the most famous goddesses in ancient Egypt. She was the goddess of the motherhood, heaven, earth. She became the goddess of music, magic, healing powers, and she was also assimilated with the Egyptian goddesses such as Hathor, Sekhmet, and also Greek goddesses such as Aphrodite, Hera, Athena, and also Demeter. Here, Isis was in many cases depicted in the form of a woman, with the hieroglyphic sign of her name set over her head. In other cases, she was depicted wearing the Hathori crown. What is the Hathori crown? It's the sun disk between two horns. It was originally the crown of goddess Hathor, but in some other cases, Isis was depicted wearing this very remarkable crown. برضو احد الحاجات المميزه او الرموز المقدسه للالهه ايزيس السيستروم. تمام، السيستروم هي عباره كده عن اله موسيقيه كانت بتستخدم في الاحتفالات المختلفه، وكانت برضو بتظهر بشكل خاص مع الالهه حتحور. بس زي ما احنا قلنا نتيجه امتزاج كل من حتحور وايزيس فاصبحت برضو من احد الرموز المقدسه للالهه ايزيس. So a sistrum is mainly a magical instrument which was used during the different festivals. It was originally connected with goddess Hathor. Here we can find an example. It's a bronze one dating back to the Roman period. احد برضو اهم الحاجات اللي ارتبطت بها الالهة ايزيس راتل كده، او يعني تعتبر فيس صغيره، حاجه كده صغيره جدا كانوا بيحطوا فيها المياه المقدسه، وكانت اسمها السيتولة. السيتولة طبعا ظهر كتير جدا من الاراء فيها ان هي بتحتفظ مثلا بالمياه المقدسه للنيل والكلام ده كله. It was one of the sacred symbols of goddess Isis. The Setula here, some scholars believe that it contains the sacred water of the Nile. Here we can find a bronze one dating back to the 18th dynasty, and it's inscribed with different shapes of deities, and the winged heifer here or the winged scarab is also depicted. زي ما احنا قلنا اهوت، in some cases goddess Isis, the goddess of the motherhood, is represented in many divine figurines with the sun disk between two horns. This is mainly the crown of Hathor, but she is here seated on the throne suckling her small
child with her Pagaret or Hora the child بترضع ابنها أو طفلها الصغير اللي هو حربقراط أحد أشكال الإله حورس. وده احنا اكتشفناه او موجود مكتشف نفس الآرة ومعروض حاليا في متحف إمحوتب. طيب العضو الاخير في ثالوث الاله اوزوريس طبعا ابنه حورس. وحورس طبعا هو اساسا في اللغه المصريه القديمه اسمه حر، وطبعا حورس ده الاسم اليوناني او النطق اليوناني للاسم. عاده هو بيصور بشكل صقر، وظهرت بدايات ظهوره أو تصويره من العصور ما قبل التاريخ، يعني من حضارة نقادة تقريبا، واستمر استخدامه أو استمرت عقيدته، بالإضافة أنه حتى يعني في العصر اليوناني الروماني كان موجود. وزي ما قلنا أنه هو دايما بيظهر بشكل صقر أو إنسان برأس صقر، بشكل قرص الشمس المجنح زي ما هنشوف، بشكل طفل بيضع إصبعه على فمه زي كما في حالة حربقراط. يعني الحقيقة حورس كان ليه أشكال مختلفة وكتير جدا. The last member, the third member of the triad of Osiris and Isis and Horus is Horus. He was pronounced, his name is pronounced as Her and the Greeks pronounced it as Horus. He was one of the most ancient deities. His early depictions date back to Naqada III, and his cult continued till the Greek Roman period. He was depicted in different representations, such as a falcon, a falcon-headed man, winged sun disk, a child with a sidelock to represent childhood. ودوت مثلا أحد الأشكال اللي موجودة في المتحف المصري للإله حورس. برضو أحد الأشكال اللي ظهر بيها is a falcon-headed crocodile and this was worshipped in many places especially Nubia. Here you can find the depiction of Horus with the body of a crocodile. ده برضو أحد الأشكال المميزة لحورس. تمام، طبعا دي هنا حبيت اجيب لكم شكل كده من معبد ادفو بيمثل اسطورة انتصار حورس على ست او صراع حورس مع ست. تمام، زي ما قلنا قبل كده ان حورس طبعا او ان اله حورس هو كان بيمثل اله للسماء، ودايما كان بيصور بانه هو سيد السماء. حورس دايما بيمثل الملك الحي على الارض، اما بالنسبة لأوزوريس فهو هو الملك المتوفى، يعني بعد وفاة الملك بيبقى هو أوزوريس. حورس برضو كان مرتبط بالعقيدة الشمسية. يعني راح أختي أحد أشكال الإله حورس، معنى الاسم نفسه حورس في الأفق. طبعا الإله حورس ارتبط بفكرة الملكية بشكل كبير جدا. أحد أشكال الإله حورس هو حرور أو حورس الكبير، وبياخد شكل الصقر، وقدر إن هو يتغلب أخيرا أو ينتصر على الإله أو ينتصر على ست وياخد عرش مصر. والأسطورة طبعا بتاعة انتصار حورس على ست ديت موجودة على الانكلوجر وول أو الجدار الداخلي في معبد إدفو. يعني معلومة كده صغيرة بالنسبة للمرشدين المستقبل، إن الجدار الداخلي مقسم لثري ريجسترز. الجزء الأعلى من الجدار دوت فيه مناظر قرابين مختلفة. الجزء اللي في النص تقريبا بيحوي 60 منظر بيمثل فيه أسطورة رحور أختي أو الأسطورة بتاعت رحور أختي الشهيرة. والجزء اللي في الآخر أو الشريط السفلي بيمثل مناظر تصوير حورس، تصوير حورس على ست في تقريبا 11 منظر. بيبتدي أول المنظر أول بيبتدي من ناحية الشمال وبينتهي المناظر ناحية الجنوب. الأسطورة بتبدأ بتحط وهو بيقول بداية الأسطورة، ونهاية الأسطورة بنلاقي إمحوتب وهو بيختم المسرحية انتصار حورس على ست، لأن هي دايما يقال عليها إن هي أول تصوير لقصة أو تصوير مصور لقصة بترتيب سينز، كأنها فعلا مسرحية أو بداية لإنتاج الأدب في المصور في مصر القديمة. ده حبيت برضو نلقي الضوء عليه. So the mythology of, as we said before, that Horus is the god of the sky, who was represented or described to be the god of the sky, the lord of the sky in many texts.
He was also clearly connected with the divine kingship of Egypt. He was also the god of the good powers, the god of the childhood. He was also connected with the solar cult in Egypt, and therefore one of the forms of god Horus is Rahor-Akhti, Horus in the horizon. Here we can find that Isis and the Ptolemaic king, they are killing the hippopotamus with a harpoon, and here Horus as a falcon-headed man is depicted. This is one of the scenes which are depicted on the enclosure wall of Edfu temple. The enclosure wall of Edfu temple, as we said before, is divided into three registers. The first one contains about 60 scenes. The first one contains offering scenes to different deities of the temple. The middle register houses about 60 scenes throwing the light or describing the mythology of the winged sun disk. And the final register, the lower one, contains about 11 scenes running from the north to the south and depict the mythology of Horus and Set in a very theatrical theme. بشكل مسرحي جدا يعني. The first scene plays begins with Hot to Hot reciting the introduction of the story, and the conclusion is recited by Imhotep. The religious play was annually celebrated around the sacred lake in the second month of the winter season. طبعا الأسطورة كانت بتمثل في المعبد بشكل سنوي. من أهم برضو السواليس اللي احنا هنتعرض ليها طبعا ثالوث ممفيس اللي هو بيتكون من بتاح سخمة نفرتم. اتكلمنا قبل كده على بتاح في نظريات الخلق وقلنا ان الإله بتاح هو إله لكل أنواع الحرف والفنون وهو اللي خلق الكون من خلال فكرة تكونت في قلبه ونطقت عن طريق اللسان وكانت مركز عبادته في منطقة منفو. دايما كان بيصور بشكل مومياء واقفة أو جالسة داخل كانوبي كده وماسك بالرموز المقدسة ولابس السكال كاب أو اللي هي يعني إيه بشكل زي غطاء للرأس وطبعا باللحية المقدسة. تمام. As we said before, that Ptah was one of the most important and most ancient gods in ancient Egypt. He was usually depicted in the form of a mummified form, standing or seated inside his canopy, holding the royal insignia with a skull cap and the royal beard. The second member is goddess Sekhmet. وطبعا الإلهة Sekhmet اللي هي الإلهة القوة أو القوية لأن هي أساسا اسمها Sekhmet وده معناها القوية أو الشخصية القوية. وسخمت تعتبر من أقدم الآلهات, وصفت في أسطورة هلاك البشر بأن هي بنت الإله رع أو عين الإله رع, ودايما كانت بتصور بشكل سيدة برأس أسد وفوق رأسها قرص الشمس, وفي بعض الأحيان بترتدي تاج المزدوج اللي هو سخمتي القوتين المنتمي للقوتين Upper and Lower Egypt. تمام. يبقى Sekhmet is the second member of the Memphite tribe, and her name means the powerful woman, and she was described in the legend or the mythology of the destruction of the mankind to be the Eye of Ra. She was usually depicted in the form of a woman with the head of a lioness and wearing the sun disk over her head, like in this case. And in some other cases, she was depicted wearing the double crown of Upper and Lower Egypt. She was the goddess of war, especially the goddess of war. دايما بتصور بأن هي إلهة للحرب لأن هي لها كده طبيعة دموية خاصة بيها. وكانت برضو إلهة للمعارك الحربية المختلفة, ودايما برضو في بعض الأحيان كانت بتستخدم ل مداوات أو شفاء كتير جدا من الأمراض, وعلشان كده سميت في بعض النصوص بأن هي سيدة الحياة. She was a goddess, as we said before, she was a goddess of military forces and the divine patron of the warriors. In some other cases, she was the goddess of healing, having healing abilities, and therefore she was called Sekhmet, the mistress of life. دي بالنسبة للإلهة سخمت. طيب هي إيه أسطورة هلاك البشر بس عشان نبقى فاهمين؟ يعني
تعالوا كده نحكي الحكاية بتاعة سخمت قبل ما نخش على نفرتم. هي الحقيقة الإلهة سخمت، الأسطورة بتقول إن البشر تمردوا على الإله رع نتيجة إن الإله رع كان يعني إله كبر في السن شوية، فعملوا زي ثورة عليه، وعلشان كده هو استشار الآلهة معاه وبعت لهم، راح بعت لهم حتحور علشان تقضي على البشر اللي هم تمردوا على الإله رع. الحقيقة حتحور وصفت في هذه الأسطورة بأن هي شخصية دموية جدا أو إلهة دموية جدا، وأن هي كانت عايزة تقتل الناس كلها، وظهرت في شكل أسد وقتلت أو عملت مجزرة للقضاء على الجنس البشري، وعشان كده هي ظهرت هنا في حالة أو في صورة الإلهة سخمت، وحصل امتزاج ما بين حتحور وسخمت. بعد كده الإله رع يقال ان هو حس ببعض الرحمة تجاه الناس اللي قدرت يعني ايه تهرب من المجزرة اللي حصلت من قبل الإلهة حتحور او الإلهة سخمت، وعلشان كده رع بعت بعض من الناس اللي هم الماسنجرز بتوعه لمنطقة بلاد او منطقة الفانتين، وراحوا جابوا له ريد اوكر تمام، ومزجوا الريد اوكر دوت او الاكسيد الحديد بحيث ان هو بان الجعة او اللي هي اللي كانت بتقدم للآلهة وبتقدم للإلهة حتحور علشان يبان كأنه ايه دم البشر تمام. وراح برضو بعد كده لما حتحور لقت الليكويد دوت او ان هي شربت الليكويد دوت هي ثملت ورجعت مبسوطة من غير ما تقتل اي حد من بقية البشر اللي كانوا هربانين او قدروا ان هم يهربوا من المجزرة. بعد كده الاله رع قرر ان هو يسيب الارض ويروح يعني يكون اكتر موجود في السماء، والإلهة سخمت ظهرت في شكل هيفنلي كاو أو البقرة السماوية لتظهر بشكل الإلهة نوت، والإله رع كده عمل ري أوردر ذا كوزموس، أعاد تشكيل الكون بشكل أو بآخر، وأصبح الملك المصري هو زي إيه المرسال ما بين البشر اللي كانوا عاملين بقى قلق وكانوا عاملين ثورة ضد الإله رع وما بين الآلهة تمام. دي أسطورة هلاك البشر تمام. تعالوا نقولها كده سريعا مع بعض. According to the Egyptian mythology, the myth of the heavenly cow or the myth of the destruction of the mankind tells us that when Ra got old, a rebellion happened against him, and after taking the advice of the other deities, he sent his daughter Hathor to kill them, and she appeared in the guise of a lioness. And she killed or destroyed many and killed many of the humans, and she got victorious. However, Ra felt pity on the humans and decided to disguise Hathor and the rest of the gods. He sent messengers to Elephantine, the island in South Egypt, to bring red ochre, and he mixed the presented beer to the goddess with the red ochre, اللي هو أكسيد الحديد, so it looked like blood. يعني علشان يبان ان هو كأنه ايه دم، وده بيصور مدى الطبيعة اللي هي الشرسة جدا والطبيعة المحبة للدم. الإلهة سخمت في هذه الفترة حتحور or سخمت took this liquid and became drunk. She returned very appeased and she left the rest of the mankind without killing them. The sun god Ra decided to leave the earth for the sky, which created for him in the form of an heavenly cow, and the heavenly cow became goddess Nut. He reordered, or Ra reordered the cosmos again, to consist of the sky, the earth, the other world, and the king of Egypt became the intermediate. يعني intermediate هو أصبح الوسيط between the humankind and between the gods on the other hand. ده كان العضو الثاني من الثالوث بتاع منفس. طيب العضو الأخير اللي هو جد نفرتم، ادي الإله نفرتم اهو، هو ابن لكل من بتاح وسخمت. والحقيقة نفرتم دايما كان بيكتب بشكل اللوتس، وهو ارتبط اكتر باللوتس الازرق، شكل اللوتس او زهرة اللوتس الزرقاء في مصر، وظهر في شكل رجل، ودايما بتظهر شكل اللوتس فوق راسه اللي هي كانت بتستخدم لكتابة اسمه. في بعض الأحيان
كان بيظهر برضو بشكل أسد نتيجة إن والدته سخمت كانت بتاخد شكل الأسد، فهو برضو استمد أو استوحى الشكل ده من الإله سخمت. طيب نفرتون كانت وظيفته إيه؟ هو الحقيقة كان ليه وظيفة مهمة جدا، إن هو كان بيدل على إعادة البعث مرة أخرى، نتيجة طبعا ان اللوتس او اي نبات ليه دورة حياة وموت وهكذا. هو برضو كان اله للبرفيومز، ودايما ظهر في كتير جدا من التمائم اللي هي الحامية، وخصوصا في عصر الانتقال الثالث، وعبد بشكل خاص جدا في منطقة بوتو وفي منفس طبعا. So Nefertum is the third member of the Memphi tribe. He was especially associated with the lotus flower, the blue lotus in Egypt, and he was depicted in the form of a man with a lotus blossom over his head. However, because that his mother Sekhmet took the shape of a lioness, sometimes Nefertum was depicted in the form of a lion or a lion-headed man. He was the god of creation or resurrection, and also he was the god of the perfume, and also he was depicted in many on many protective amulets, especially during the third intermediate period, and he was especially worshipped in Memphis and also in Boto in the Delta. ده المعبد بتاعها وده موجود في منطقة الكرنك خلاص، ودوت برضو احد الاجزاء الداخليه للمعبد. برضو من ضمن السواليس المهمه جدا اللي هو الثالوث طبعا بتاع طيبه، وده الاخر ثالوث هنتكلم عليه في الفيديو دوت. طبعا بيكون من امون وموت وخنصو. طبعا احنا اتكلمنا قبل كده عن امون the first member of the Theban tribe. Amun means the hidden one، المختفي. Therefore, he was usually associated with the powers of the air and the invisible powers in ancient Egypt. He was sometimes depicted in the form of a man with two feathers, زي ما احنا شايفين, and in some other cases in the form of a ram, شكل كبش. زي ما احنا عارفين طبعا طريق الكباش كان بيرمز لشكل أو الإله أمون في منطقة طيبة. ادي اهو طريق الكباش الواصل ما بين معبدي الكرنك والاقصر، رمز للاله امون. طيب مين هي موت؟ موت is the second member طبعا في الثالوث دوت. وكلمه موت بتعني الام، لان هي كانت الهه للامومه، وكانت دايما بتوصف ان هي والده الملك المصري. وطبعا هي كانت برضو الهه حاميه والهه لها قوه يعني مخيفه. في بعض الاحيان كانت بتظهر وفوق راسها اللي هي انثى العقاب، وفي بعض الاحيان برضو بتظهر فوق راسها الاسد. وتعتبر يعني الكاونتر بارت، هي تعتبر الثاوزند كاونتر بارت اوف ذا نورثرن جادس سخمت، يعني دايما موت مرتبطه بالجنوب وسخمت مرتبطه بالشمال. زي ما قلنا ان الفالتشر او الغطاء بتاع انثى العقاب ده كان بيظهر عاده فوق راسها. في بعض الاحيان الاخرى بتظهر في شكل سيده او بشكل سيده براس اسد. وفي بعض الأحيان برضو ظهرت بشكل يعني أو ظهرت في شكل هنا زي ما احنا شايفين هنا فوق رأسها غطاء أنثى العقاب وبتلبس التاج المزدوج. So Mut is the second member of the Theban tribe. She was the goddess. The word Mut itself means mother. She was the goddess of motherhood. She was especially described to be the goddess of the Egyptian king. She was also a powerful and terrifying deity. يعني ايه terrifying؟ يعني شخصية يعني ايه مخيفة كده، لها قوية، لها قوة. She was also considered to be the southern counterpart of the northern goddess Sekhmet. Mut was depicted, her dress was either colored in red or blue. She was crowned with a vulture headdress over her head. And over this headdress, she could be crowned with different types of crowns. Mut was also represented in the form of a woman or a lioness-headed a goddess. طيب العضو الأخير في الثالوث، طبعا احنا هنا عندنا ما
مجموعة من التماثيل. There are a number of statues of goddess Mut. They were discovered in Tanis. خلاص إنسان حجر إن شرقية governed. مجموعة من التماثيل على شكل هنا إيه lioness شكل أنثى الأسد. دي بترجع للإلهة موت. تمام. خنسو. خنسو ده يعتبر هو العضو الأخير من هذا الثالوث. وخنسو معناها الرحالة الترافلر أو المسافر. وليه المسافر؟ لأنه هو دايما بيظهر في الرحلة الليلية في السماء. وزي ما تحط خنسو إلى حد كبير جدا كان إله قمري أو مرتبط بالقمر. وطبعا اسمه بيدل على الرحلة الليلية اللي كان بيقطعها في السماء من خلال المركبة الليلية أو المركب الليلي بتاعه. خنسو دايما كان بيصور في شكل رجل فوق راسه قرص الشمس والهلال. دايما بيظهر دايما في الشكل الموميا وبيمسك الإشارات المقدسة الحقام والنخخ. وهنا كمان ماسك الجات بيلر شايفين الجات بيلر والواس يعني بيمسك الرموز المقدسة كلها. وطبعا بيبقى عنده سايد لوك اللي هي ايه يعني خصلة جانبية. في بعض الأحيان الأخرى كان بيصور بشكل إنسان برأس صقر. ودي برضو أحد الأشكال اللي ظهرت للإله خنسو. So خنسو is the third member of the Theban tribe. The word خنسو means a traveler. This name shows the travel. He being the traveler in his nighty voyage across the heaven. خنسو was originally a lunar god like Tahut. His name also probably refers to the nighty journey across the sky. He was depicted in the form of a man with a crescent and the moon over his head, with a side lock as a mummified shape, and holding the sacred ensign. In other cases, he was represented as a falcon-headed man with a crescent and the moon over his head, and also holding the sacred ensign in his hands. هنا ظهر على أحد الأشكال. طبعا خنسو زي ما قلنا إن هو كان إله قمري، بالإضافة إن هو برضو كان إله ليه وظيفة دوائية أو شفائية. إحنا عندنا أحد الشواهد اللي اسمها بختن، دي كانت بتحكي إن رمسيس الثاني، بترجع لعصر رمسيس الثاني، وبتقول إن هو طلب تمثال الإله خنسو من طيبة لمداواة بنته ومداواة ال younger sister and the wife of the wife of Ramses اللي هي نفرورا. والستيلة ديت بتوصف قد إيه إن خنسو كان ليه يعني قوة شفائية كبيرة جدا في هذه المرحلة. خنسو was one of the lunar gods in ancient Egypt and he was also a healing god. And this was confirmed by the stela, which is called Bechten stela. It dates back to the reign of Ramses II. According to the inscriptions of this stela, the chef of Khit asked Ramses II to send the statue of Khonsu. هو طلب منه طبعا إن هو يرسل من طلب من رمسيس الثاني إن هو يرسل الستاتيو بتاع خنسو لي in order to cure his daughter, اللي هي Bemtrish, the younger sister of the wife of Ramses, namely Neferura. According to the inscriptions of Bechten stela, Khonsu could heal the ill princesses. دي برضو كانت أحد الحاجات المميزة جدا لوظيفة الإله خنسو. خنسو was also assimilated with the Greek hero. كان ليه هيرو كده معين اللي هو البطل الإغريقي هرقل. He was especially associated with him. And here is the temple of Khonsu in the precinct of El Karnak. طبعا دي الأجزاء الداخلية للمعبد. عندنا برضو معبد جميل جدا صغير كده محندق خالص، ظهرت برضو فيه عبادة الإله خنسو داخله. ودوت منظر للتلاتة أعضاء الثالوث الطيبي اللي هو أمون موت هنا في شكل سيدة برأس أسد، والإله خنسو شايفين الهلال والقمر فوق راسه.
ده احد التماثيل لرمسيس الثاني بجانبه موت وخنسو، وده محفوظ متحف تورينو. دي كانت اهم السواليس الرئيسية اتكلمنا عنهم، ودي ممكن بعض طبعا المراجع المستخدمة لو حد عايز يعني يقرأ اكتر. وبشكر طبعا حضراتكم، شكرا جزيلا.